السياحية الخاصة بكل بلد عربي. السيدات والسادة، أدعوكم للاستماع لهذه الكلمة، كلمة المركز العربي، المكتب التنفيذي، نائب رئيس المركز الأستاذ خالد خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني استدعاء فوري من المملكة العربية السعودية الدكتورة لمية، الحقيقة أنا سعيد جدا إن أنا قاعد في وسط حضراتكم. أنا خالد خليل، أقل عضو في المركز العربي للإعلام السياحي. المايسترو. لا الحقيقة يعني طبعا الدكتورة لمية بقدرها الإذاعي والإعلام المصري، وعلى شمالي كمان يعني علاقات عامة وبنطيطة وبن يعني بنعكسها يعني الأستاذة رندا. أنا قاعد معانا في القاعة نموذجين قبل ما أدخل في موضوع الجواز. بس أنا هطلب من حضراتكم طلب بعد إذن الدكتورة لمية، لو حسيت إن أنا طولت ممكن تقولي لي كفاية راجل ونخلص الكلام بأمان يعني، أو حد يرفع إيده من غير ما يتحرك يعني. هنتكلم الأول عن القاعة، عنكم، عن حضراتكم الأول يعني. وأنا اتشرفت إن مزيج من الإعلام الإعلاميين المصريين الحريصين على إبراز السياحة المصرية أو